السلام عليكم وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين عساكم طيبين. وطبعا اليوم يا صغير راح نلعب لعبة روبلوكس، اوكي؟ الحلقة الخامسة يا صغير. طبعا يا صغير امس نزلت الفيديو على الحلقة الرابعة، لكن يا صغير نسيت ما اكتبها العنوان، اوكي؟ وبس يا صغير هذه الحلقة الخامسة من روبلوكس، راح نبدأ. طبعا يا صغير هم جابوا الحين، لقد جابوا يا صغير قبل، يعني امس هو الامس او قبل امس، ما ادري، اتوقع امس جابوا بيت جديد، وهذا ما ادري يمكن عليه اشياء، ما اعرف كيف هذا البيت، بس جابوا بيت جديد. وطبعا يا اصدقائي لقد دخلنا لعبة روبلوكس، والان يا اصدقائي روح للطلق، اوكي؟ وطالع صغير وقف، بس الحين يا صغير راح امشي واكون انا موزع الطلبات، اوكي؟ طبعا يا صغير راح اخذ سيارة حق الطلبات، راح اشوف وينها السيارة، ايش رايك؟ خلينا نجرب ناخذ يا اصدقائي هذه اشياء واللي وراه، اوكي؟ والعين يا اصدقائي راح نروح، بس هي على الجهة الثانية، فراح نروح على الجهة الثانية. اول شي هذا البنك، ونروح من هنا الحين، بنروح يسار، بندخلها على الكراج، كراج طبعا يا صغير عشان ما حد يسرق، وراح من هنا تفضل، يا اصدقائي طبعا الحال يا اصدقائي وش هذا اللي فوق، شكله محل، بس خلوني اشوف وارجع. سيارة جديدة، خلي ولد. وطبعا يا اصدقائي الان راح لكل طلبة الموصل، وراح اخذ تلفوني يا اصدقائي، والان بروح هني واكون انا سويت هذه، والحين اصدقائي اي واحد بيتصل لي عشان يطلب طلبات، وانا جاهز واكون هني، اوكي؟ خلينا نشوف، احسن في واحد اتصل لي. الو الو، نعم، أبي فانيلا صفراء للعين، وسروال أزرق، ونعال أبيض، أوكي، طلبية جاهزة، البيت رقم 19، رقم 19، لا 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 لا، رقم 18، رقم 16، أوكي أوكي، يلا باي. طبعا يا صغير هذا طلب مني طلبية، والطلبية أنا ما راح أجيبها، الحين تظهر عندي، الحين الطلبية راح تجيلك في روبلوكس، طلبية الأيباد، خليك تبلع ملابس، ملابس، خلونا نشوف يا أصدقائي هل بياخذها ولا لا، بس لازم فلوس. بس انا عندنا بالسيارة، انتظر يا انتظر يا اصدقائي، ابي اسوي شيء، موصل طلبات، موصل طلبات، طلبات موصل. الحين راح نروح يا اصدقائي، وانا اعرف البيت، هو كده يقول خطا، بس انا اعرف اي البيت، اتصل لي. وهذا لا لا لا، اللي طلب لي رجال، وهذا مو بيت، ولا يخلي شو
استغفر الله، كنت بضارب السيارة. هلا يا أصدقائي راح أروح. هذا اللي طالب مني، هذا أكيد اللي طالب مني أبوه. هتعرف أدق؟ هي أصغر خلت شوف. وش بيطلع؟ طلبية طلبية. بكتب طلبات. لا لا بكتب الموصل. أنا الموصل. هذا غير. سمحت ما في بالبيت، طلبت الطلبية قدامة، طلبية قدامة لولا هذا شقة 22. هي والله شكل ذا دقيت على الخلف. أقول هذا هو اللي طلب، والله شكله. ما في أحد، كلهم كذابين. أقولكم ما في أحد، ما كان في أحد طلب، شكلها خادع. أنا أبي بس أعرف من ذا، ليش طلب الطربية؟ الطربية هو ما هو بيتي هذي، هو ما يعرف حتى الرقم، وأعرف استغفر الله. بس طلبات الموصل صعبة. أصدقائي اليوم مو بكون الموصل، أنا راح أكون شرطي. ما رأيكم؟ ولا أقول لا لا لا، بختار شي واحد صغير براح أقفل بعود بلاك الموصل ولا شي. لا لا حسيت. الو نعم، وين الطلبية؟ كان رقم غلط، شقة 22. ايه رحت شقة 22 وجاكم ولا حد رد علي. الطلبية كنسلت خلاص. بس خلاص اوكي، تبي تطلب اطلبها بكرة باي. الطلبية اللي بيصير الطلبية بيسوي كذي بس خلاص، انا مو بصير اعمل طلبية خلاص. خلي شوف هذول يبيعوا سيارات ولا كيف. اسمعي يا اصدقائي، بروح اشتري ملابس جديدة. ايش رايك بحق العيد؟ يلا استديو اصدقائي، بروح اشتري ملابس جديدة. ايوه اجي راح اشتري البيت. أصغر راح أشتري بيت. ما بي الطابق الأول، راح أروح الطابق الثاني.
أنا لازم أنزل ب 150 روبوكس بس على البيت. اختار هذا. أصغر سن وأقولكم الطفل مع الطفل وأروح أجيبه، أوكي؟ في البيت وأشتري، أوكي؟ ماني بروح أغير شعري ولا شي. بسم الله بس أنا اللي أجيب سيارتي، أنا أقولكم راح أركب في حصان. هلا والله، أيوة أبي أركب. هلا والله عندي حصان. قالي أو بني بني بيت سوست بوغزي ذكر آخر مرة المحلت مستشفى عشان أخذ الطفل. وي أنا شاء الله أصدقائي بكون نزل فيها كثير عن روبلوكس. طبعا أصدقائي البيت حق زوجتي هنا. فك طبعا أصدقائي لو أراها أنا أخذت الطفل، أوكي، وأنا راح أمشي على بيتي. والله الطفل الجديد أقول لكم ايش سميناه، سميناه مشاري، اسم حلو جدا مشاري. هذا إن شاء الله مشاري عمره 1 سنة، إن شاء الله لما يكبر مشاري بيجي بيتجوز وهو كبير بيكون عنده، أوكي. أصدقائي تشوفوا بيت الظلام بس مو الظلام بس هكذا تقول لا مو ظلام، اوكي. يلا قفل صبحت لا ما قفل بيبالي يقعد هني بيقعد هني ولا يقعد هني. هلا مشاري مشاري شاري. والله الله حلو مشاري هذا ولد ترى، لا تفكر انه مهم تكون بنت. طبعا يا اصدقائي لما النوم حق الولد هذه الملابس هذه الخزانة. قفلي طبعا يا اصدقائي الان راح اتابع على قناة اسطورة الانمي وبس بس والله انها احلى قناة في العالم، اوكي. والان يا اصدقائي احلى قناة في العالم الحين قاعد اتابع عليها كذا بتسمع. أصدقائي انتهيت من المتابعة يا أصدقائي، انتهيت تكلمت شوي وخلصت. الحين أصدقائي راح أنام شوي لأني ما نمت. خش 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 لا نسيت أنا وش قلت، أنا بروح وقلت أشتري من البقالة يا الحظ. باي يا أخوي مش يا ولدي مشاري واروح اشتري. اقصد غير راح الانصر معانا عربية، ايه بشتري ايس كريم والله يكون شيبس توريتوس الاحمر الحار مرة
بس لا شوكولاتة برتقالي وشوكولاتة. وبروح اشتري الموز والبيتزا وكوكا كولا واشتري هذا المشروب، وراح اشتري حليب ملك الحليب احمر مرة حلو، راح اشتري هذا العصير ومن اصدقائي كملنا من كل شيء. راح اشتري صغير جيت مرة هناك وقد اشتريت الأغراض بس باقي أعطي الفلوس، أنا صغير بدفع بالبطاقة بتاعتي. يلا بس صغير خلصت والحين بروح، خير خلصت برجع بيتي الحين بروح باع الأغراض طبعا أصدقائي هذا التلفزيون، راح الحين يا أصدقائي أحطها هذه بالثلاجة كل أبهب. الحين يا أصدقائي حطيت كل شيء بالثلاجة، خلونا نفتح ورا أكل كوكا كولا، راح أشرب كوكا كولا طبعا بس اللقاء والأرعش. والله الكوكا كولا مرة لذيذ، بيبسي وأخيرا خلصتها. تعال يا وليدي يا بشاري، أحلى وليد في العالم مرة. طول يا أصدقائي بشاري ولدي مرة طفل جميل جدا. كي وراح أترك العيد هنا، كي الحين ولد بشاري صار هنا. أنا بقعد شوي أطالع التلفزيون، يعني من زمان ما طلعت كل حتى. أيوة يا أصدقائي الآن راح أفتح التلفزيون وأتابع. يا سلام، لا لا ما أبي، أنا أبي شي ثاني. أوه هذا الفيلم والله حلو، الحلقة مو فيلم والله حلو بتابع. قلت يا صغيري تبتلع صغيري، طبعا يا صغيري انا وصغير مشاري، انا بروح اشتري بيكم مشاري معاي لزوجتي ساكنة في بيت جديد، تسكن لوحدها تترك عيني يعني حتى هي تجي بيت ولا بيت. يلا طبعا صغير الحين بروح اشتري ملابس، اول شي راح اغير شعري. السلام يا شعري الاصفر، بس اختار الشعر الاسود. السلام راح اخليه تسبق شعري بالازرق، ولا اقول الحين راح امشي. انا والله يا صغير راح صار شعري ازرق، بس باقي راح اشتري ملابس واحط من ديكو.
ملابس 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 ولا الملابس بس غيبة وحبت دي البنت اللي طرحت بيتي وين هي؟ هقفل بس يلا يا طفل اظهر هنا لانها راحة اقصد غير الحين راح اروح عيد اشتري الملعب يلا برا جاي الطيارة هي اللي حق الملابس هل حق البيت ولا حق الملابس اشتري خضرة خضرة فريلك واو سروال هذا لا بختار لا هو احلى شيء احلى اصدقائي اصدقائي الحين فعش صار عندي ملابس جديدة يا اصدقائي اوكي شكرا أصدقائي أصبغ شعري على نفسه أقول لا 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 وطبعا يا أصدقائي لقد سويت لقد صبغت شعري وسويت أشياء كثيرة بس يا أصدقائي راح ألعب بالزحليقة شوي أيوة 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 راح أسرع أيوة واحد تو ثري أوه أوه لا أعرف السباحة لا أعرف السباحة راح أمشي بسرعة لا تقول أختي يا أصدقائي لا 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 من جديد لا الحمد لله يا أصدقائي لقد غرقت طبعا يا أصدقائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولكم شكوكم بدون جلسة تربية تصفوا كل جديد واللقاء